مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد ومرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، وهذه المرة ومن زاوية أخرى ننقل لكم الأجواء بكورنيش عاصمة البوغاز طنجة العالية، والتي عرفت خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 10 حالات إصابة بفيروس كورونا وصفر حالة في حصيلة الوفيات، وهو تراجع مهم في حصيلة عدد المصابين بهذا الفيروس على مستوى مدينة طنجة التي عرفت مؤخرا تراجعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد. إذن رغم ذلك مشاهدينا الكرام، يبدو أن كورنيش المدينة يبدو شبه فارغ من المارة كما تشاهدون معنا في هذا النقل المباشر. إذن حركة السير والجولان على طول كورنيش المدينة وخليج طنجة هكذا يبدو في هذه الفترة المسائية. كما يظهر على أن ساكنة طنجة ملتزمة بالتدابير والاحترازات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا بين الأشخاص في الأماكن العمومية وكذلك في المقاهي والمطاعم. كما أن مديرية التربية والتعليم بعمالة طنجة أصيلة قررت الدراسة حضوريا بالنسبة لبعض المؤسسات التعليمية الموجودة في بعض الأحياء الشعبية كمرس الخير وابن مكادة والعرفان ومسنانة، حيث تم اعتماد الدراسة عن بعد مع انطلاق الموسم الدراسي ومع تراجع في عدد المصابين بفيروس كورونا. قررت نيابة التعليم بعمالة طنجة أصيلة بالتنسيق مع سلطات ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قررت رفع الدراسة عن بعد لهذه المؤسسات الموجودة في الأحياء الشعبية على أن تستأنف الدراسة حضوريا ابتداء من يوم الأربعاء القادم بالمؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية بنفوذ هذه المقاطعات، مقاطعة مغوغة وبني مكادة. إذن منظر جميل من زاوية أخرى، ننقل لكم الأجواء مشاهدينا الكرام من قلب كورنيش مدينة طنجة.
إذن كما يأمل ساكنة طنجة بتصنيف المدينة ضمن المنطقة رقم 1، وهو أمل كل الطنجاويين بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا وانخفاض عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس. إذن وصورة من زاوية أخرى كذلك لميناء طنجة مارينا باي المتواجد في الكورنيش، إذن هكذا تبدو الأجواء من قلب كورنيش طنجة مشاهدينا الكرام. وهكذا تبدو حركة السير والجولان في هذا الكورنيش الذي تم تهيئته ضمن مشروع طنجة الكبرى. إذن أذكر مشاهدينا الكرام في هذا المباشر بأن مدينة طنجة سجلت خلال 24 ساعة الماضية 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وصفر حالة في عدد الوفيات، وهو تراجع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات منذ بداية الفيروس شهر مارس الماضي بالمغرب. ونأمل أن تبقى الساكنة ملتزمة بالتدابير الوقائية والاحترازية حتى تصل إلى صفر حالة، سواء في عدد الإصابات أو عدد الوفيات، ولله الحمد لم تسجل كذلك أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، مما خلف ارتياح لدى ساكنة المدينة. كما أن كورنيش طنجة مارينا باي بدوره يعرف حركة التجوال بين الساكنة والمواطنين، إذا المنظر جميل لكورنيش عروسة الشمال طنجة العالية. إذا شكرا لكل مشاهدينا الذين يتواصلون معنا في هذا المباشر.
شكرا لكم جميعا، تتقاطر علينا العشرات من التعليقات سواء من مشاهدينا داخل المغرب وخارجه. هناك من يقول بأن ما كرهناش بأن قناة شوف تي في تكون تلفزة عبر قنوات الأقمار الاصطناعية قريبا إن شاء الله يا أخي، ولم لا حتى تدخل بيوت جميع المغاربة كباقي القنوات الفضائية. شكرا كولومبو ماروك على هذا التعليق. راديو فلور شكرا على التحية. شكرا سي حسن فاضل، رشيد الحليسي، إذا مشاهدينا الكرام أنتم معنا مباشرة من كورنيش مدينة طنجة لننقل لكم الأجواء بعد التراجع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا. حيث سجلت المدينة 10 حالات إصابة وصفر حالة في عدد الوفيات. غدا السارة كتقول توحش الكورنيس ملي جات كورونا ما بقيت خرج سلاح. ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وتعود الحياة الطبيعية كيف ما كانت يا غدا، ومرحبا بك في كورنيش طنجة. حسن الزهروني يقول الله يرفع علينا هذا الوباء امين. جليلة الزهري شكرا على التحية. نجاة الدابي شكرا لك. مالك وابا شكرا. علي الحبيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا عنا هذا الوباء عاجلا غير آجلا آمين يا رب. جليل مغراوي الزهري شكرا. ليلى تقول الحمد لله ما بقاش حالات بزاف في طنجة. شكرا لك. رشيد حليسي شكرا. شكرا لكل من يتواصل معنا في هذا المباشر من طنجة. الشكر موصول كذلك لأفراد الجالية المقيمة في الخارج. شكرا سمر دينا تقول طنجة مدينة البحرين. عزيز علوي يقول قريبا ان شاء الله يرفع عنا هذا الوباء، ولكن خصنا نلتزموا بالتدابير الاحترازية في جميع المدن المغربية. شكرا محمد مشكور شكرا على التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على الأخبار وكيف البلاد المغرب، والله يحفظك ويحفظ جميع المسلمين أجمعين، والله يا رب ارفع عنا هذا الوباء. شكرا لك محمد مشكور. اذا العشرات من الرسائل تتقاطر علينا مشاهدينا الكرام في هذا المباشر من طنجة، ونحن ننقل لكم الاجواء كيف دايرة في هذا الكورنيش في هذه اللحظات من مساء يومه الاثنين، والتي عرفت فيه طنجة تسجيل 10 حالات فقط وصفر حالة في عدد الوفيات.
شكرا علي الحبابي من الحسيمة، شكرا لمشاهدينا في الحسيمة. محمد يقول هل فنادق طنجة مفتوحة وهل هناك رحلات بحرية بميناء طنجة المتوسط؟ نعم سي كابيلو محمد، فنادق طنجة مفتوحة ولكن للأسف رغم أنها مفتوحة إلا أن القطاع السياحي يعيش ركودا تاما في عاصمة البوغاز منذ كورونا وحتى صيف كورونا، نظرا للتصنيف المدينة في المنطقة رقم 2، ورغم انخفاض الحالات فيها ما زالت مصنفة بالمنطقة رقم 2. فاطمة تقول من كازا على سلامتكم، ما نكونوا حنا الكازاويين ان شاء الله عقبالينا ان شاء الله اكيد. من خلال التزامنا بالتدابير الوقائية. شكرا إمغران، تحية لسكان طنجة، الله يحفظكم ويحفظ المغرب. شكرا شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك كولومبو ماروك، شكرا لك صديقي، شكرا على المحبة والتحية. غازولا رانيا تقول الحمد لله طنجة بخير وعلى خير. مريم من طنجة شكرا لك. هناك من يتساءل عن الزميل مراسل تطوان، شكرا لك هشام سماوي، فيمشى مراسل تطوان، نتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى عمله في أقرب وقت. حنان تحية شوف تي في كنحمق عليكم، شكرا لك. عبد السلف عبد اللطيف شكرا. إذا مشاهدينا الكرام ما سخيناش بكم بهذا المنظر الجميل لكورنيش طنجة وفي سكون ليل مدينة طنجة، أحييكم. أكيد سعيد الدلال يقول طنجة مدينة الجمال، بالفعل يا أخي مدينة البحرين. إذا شكرا على جميع الرسائل والمحبة لكل مشاهدينا الكرام سواء داخل المغرب وخارج المغرب، تحية لكم أينما كنتم. أترك الخط لباقي الزملاء المراسلين بجهات المملكة لتقديم باقي المواد الإخبارية. إلى ذلكم الحين تقبلوا مني أزكى التحية والتقدير. في أمان.